هو الراجل قال له هنعمل لك ماتشين قبل الزمالك وقبل الاسماعيلي تمام ونديك 5000 جنيه تمام كمان. يا فطبعا بلاش قال له رقم بقى. فقال له طبعا لا، وكان عايز ارقام اعلى من كده. فرجعنا وانا زعلت قوي، ولما زعلت قوي من النادي بتاعنا كان فاضل لي ايام بسيطه واخرج من الجيش. فبعد ما خرجت قررت ان انا اسافر، فرحت الامارات تمام. ولعبت هناك. كان ايامها اللي بيزعل من النادي بتاعه وما بيعرفش ياخد الاستغناء كان يروح بيطلع الخليج. على الامارات. كان تمام. في دوري اسمه دوري القوات المسلحه، كنت فيه انا ومجموعه كبيره قوي من نادي الزمالك ومن نادي المنصوره. كان معانا علي خليل، صبري المنياوي، حلمي طولان، محمود طاهر، محمود فوزي، الشال، وبدير من المنصوره. كنا عاملين حاله كويسه قوي هناك، وكان معانا ناس كويسه كانوا مسؤولين مصريين برضه. وبعد كده قعدت هناك 6 سنين، عملت معاهم بطولة كاس ودوري. النادي كان اسمه التموين والنقل. ايوه. نزلت مصر قلت هلعب في المقاولين، فكان العائد المادي اللي كان هاخده ما كانش كويس، فقلت بطل شكرا، بقى كفاية بطلت. على كده. بدأت تدريب حراس المرمى بعدها على طول؟ لا، بعد قد ايه؟ قعدت في بيتنا حوالي بتاع من 87 لحد 96. ياه. قاعد في البيت 9 سنين. لحد المدام عندي هي اللي شجعتني اخش انزل الكلام. بقى درب. قالت لي لا يعني حرام وبتاع وكده. ربنا يخليها لك. في كان اعلان معمول على الدورات التدريبيه، فقالت لي في دوره انزل خدها وبتاع. ايوه. فنزلت خدتها، وبعد كده قابلت بالصدفه الكابتن مدحت شلبي، كان ماسك اسمنت السويس. تمام. كان هو بيمرنا في نادي المايه. اه. فقال لي ما تيجي تمسك معايا امام، انا ماسك اسمنت السويس وكده، وتعالى امسك معانا ودرب الحراس. انا من المدربين المحظوظين قوي قوي يعني، الحمد لله ما فيش مكان اروحه الا لازم اعمل فيه بصمه، اعمل صعود، اعمل حارس مميز الحمد لله بفضل ربنا سبحانه وتعالى. اشتغلت هناك مع الكابتن وصعدنا اسمنت السويس. صعدت باربع فرق منهم اسمنت السويس. منهم اسمنت السويس. مين الثلاث انديه الثانيه؟ عندنا كمان سكه سوهاج، صعدناهم دوري ممتاز، كان مع الكابتن جمال عبد الله وكابتن عطيه السيد والجيش مع والانتاج الكابتن الحربي. كمال عثمان الله يرحمه، الله يرحمه. والانتاج الحربي برضه مع الكابتن كمال، بس كان ماسكنا في الاول في سنه الصعود دي عبد الرحيم محمد الله الله يرحمه يرحمه يا رب. يحسن اليه، حبيبنا كلنا. حبيبنا كلنا، حاجه جميله والله يرحمه يا ويكون رب مكانه في في الفردوس الجنه الاعلى ان باذن شاء الله. الله امين يا باذن رب الله. العالمين. محطة الإنتاج ومحطة طويلة قعدت فيها 6 سنوات تقريبا. الانتاج والانبي هم اطول محطتين في حياتي. دي حقيقه. انبي ده كان هو بيتي، هو بيتي الاساسي اللي بستريح فيه وبخرج وبرجع له. وبخرج وبرجع وربنا بيكرمني اروح اعمل حاجه كويسه لانبي. ايوه. عملت علي لطفي، عملت مهدي سليمان في انبي، وبعدين خرجت، وبعد كده رجعت على البلعوطي وجاد. بس أيوة. جاد ما اشتغلتش معاه كتير. تمام. اللي اشتغل معاه مدربه العظيم كابتن خالد فرحات، تعب معاه، وبعد كده دلوقتي الكابتن خالد خليل. بالوقوف عند محطة ام بي، ليه رغم انك يعني عامل اسماء زي المهدي وزي علي لطفي اللي هم بيتألقوا في سنوات تالية بعد كده وبينضموا واحد لبيراميدز واحد للأهلي، ليه ما طلعتش فريق أول؟ ليه كنت في ام بي مش فريق أول؟ بص هقول لك حاجة، وانت شغال ما تدورش. هتشتغل وتنجح يجي لك او ما يجيلكش. طب ما جيلكش لازم تسعى بره بقى. تمام. يعني يعني دايما كنت بقول لزمايلي ما هوش النادي بتاعك حكر عليك او هو اسرك. تمام. لا، ما لقيتش فرصتك وطموحك في النادي بتاعك بيتك، حاول تستأذن وتخرج تعمل نجاحات بره. وده اللي انا عملته. تمام.